مساء الخير، مبسوط أكون معاكم لأول مرة يوم الحد. أنا مش عارف توقعاتنا إيه والخناقات اللي إحنا جايين بيها، سواء بسبب الأحداث أو بسبب ظروفنا، بس أنا اخترت كده عنوان للخدمة الأول. لو ممكن عنوان الخدمة اخترته سفراء عن المسيح. هقرا معاكم الأول جزء من الكتاب المقدس وبعد كده أتكلم شوية في النقط اللي عايز أتكلم فيها. آيات كده معروفة يمكن ومحفوظة في كورنثوس الثانية 5، بيقول الرسول بولس: ولكن الكل من الله، الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. بعدين بيشرح كده يعني إيه صالحنا وأعطانا خدمة المصالحة. بيقول: أي أن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعاً فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. هقول الجملة دي تاني: نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. نطلب عن المسيح، يعني بالنيابة عنه، بنروح نقول للناس تصالحوا مع الله. وليه الأساس؟ لأنه يعني الله جعل الذي لم يعرف خطية، اللي هو المسيح، خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وفي إنجيل مرقس أصحاح 3 بيقول كده كتاب عن رب يسوع: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه وأقام 12 ليكونوا معه وليرسله. عايز أتكلم معاكم في 4 نقط. عايز الأول أشرح يعني إيه سفير، ماهية السفير، مين هو السفير ده، مواصفاته إيه. بعدين أتكلم عن مجالات مختلفة ينفع نكون فيها سفراء عن المسيح. وبعدين أتكلم عن حاجة اسمها دائرة الهوية، وهقول قصدي بيها إيه. وبعدين أسأل السؤال: هل السفارة، كنا سفراء، ده امتياز ولا مسؤولية؟ عايز الأول أتكلم عن ماهية السفير. هقولها ببساطة خالص كده: السفير أو السفيرة هو الشخص اللي لما نتعامل معاه نقدر نميز هو تبع مين. والأعمق من كده شوية: السفير هو الشخص اللي لما تعامل معاه أقدر أعرف اللي وراه. ببساطة خالص، تعرفين الكتاب المقدس رب يسوع في المعزة على الجبل قال كده للتلاميذ: يرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. خدوا بالكم من الوصلة دي، لما بيشوفوا أعمالي الحسنة مش بيسقفوا لي. الناس تلقائيا شئت أم أبيت لازقني في الإله اللي أنا بعبده. فلما بيشوفوا أعمال حسنة بيسقفوا له، بيمجدوه. بس في آية تانية مرعبة شوية في رسالة روميا. رسول بولس بيقول كده في روميا 2، بيقول: لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم. فكأن السفير في إيده أنه يا إما الناس من خلاله تمجد الله أو تجدف على الله. ركزوا من فضلكم في المسؤولية دي. السفير تاني هو الشخص اللي من خلاله الناس بتعرف مين هو إلهنا، فيا إما تمجده يا إما تلعنه. تعرفين في سؤال جدلي دايما يتسأل، ولما حد بيحاول يجاوبه سواء على السوشيال ميديا أو في الميديا المسيحية غالبا بيتهاجم أو يتكفر. السؤال بيقول: الناس اللي ما سمعوش عن المسيح، اللي ما وصلتهمش الرسالة، مصيرهم فين؟ تعرفين السؤال الجدلي ده؟ أنا بحب أسأل سؤال يعني أبسط منه شوية. الناس اللي شافوا صورة مشوهة عن المسيح بسببي، مصيري أنا بسببهم فين؟ هقول تاني السؤال. السؤال الجدلي بيقول: الناس اللي ما سمعوش عن المسيح مصيرهم إيه؟ السؤال اللي بسأله: الناس اللي شافوا من خلالي صورة مشوهة عن المسيح فرفضوه، مصيري أنا بسبب ده فين؟ اللي بحاول أقوله مش إن أنا عايز أجاوب على السؤال، بس فكروا فيه. مش عاوز أشغل بالي بهم الله. الله مهموم بالبشر وهو بيعرف يوصل لهم. فممكن نقعد نتجادل الناس اللي ما وصلت لهمش الرسالة ربنا ممكن يوصل لهم إزاي، لكن السؤال الأهم: الناس اللي في دايرتي أنا، الناس اللي بتتعامل معايا أنا يومياً، لو وصلتهم رسالة مني عن الله مشوهة
وبسببها رفضوا المسيح. أنا موقفي إيه؟ واضح السؤال ده؟ عشان كده عايز أقول عن شوية مجالات للسفارة، يعني أماكن أشخاص ينفع نكون سفرة عن المسيح ليهم. يعني أفكر معاكم، لو أنا عايز أكون سفير في المكان ده، إيه اللي المفروض يكون فيه؟ طبعاً أكيد في صفات كتير، لكن هركز بس على يمكن صفة واحدة في كل واحدة. هتكلم عن أربع مجالات: البيت، العمل، والعمل دي قصدي بيه الشغل أو الدراسة، الكنيسة، العلاقات. البيت، العمل، الكنيسة، العلاقات. أول حاجة البيت، صفة بسيطة خالص كده بسميها الاتصاق. لو ممكن يعني الاتصاق بالبلدي كده، الاتصاق معناه يعني لو أنا عايز أكون السفير عن المسيح في بيتي أو في عيلتي، الاتصاق معناه ببساطة إني زي ما بقول بعمل. أنتوا عارفين إيه أكتر وعظة صعبة على أي حد بيوعظ؟ مش الموضوع بتاعها إيه، لكن مين الناس اللي حاضرين. فلو الوعظ مراته وولاده حاضرين في الوعظة، دي أصعب وعظة، لأنه أي حاجة هيقولها هم على طول لمسينها أو لمسين عكسها. فمرة كنت بتكلم في خدمة للأطفال في ابتدائي، يمكن من أولى ابتدائي لتالتة أو رابعة، مش فاكر كان الموضوع عن إيه بالظبط، بس قلت كده في وسط الكلام عايز أتكلم عن محبة الله، فقلت إن الله أب. أفتكر كويس قوي في اليوم ده، وغير خالص طريقتي وأنا بكلم الأطفال من يوميها. في طفل في تانية ابتدائي رفع إيديه وقال لي: على فكرة لو الله أب يبقى مش بيحبني. فقلت له: ليه؟ قال لي: لأن بابا مش بيحبني. قلت له: طب وانت عرفت منين هو مش بيحبك؟ قال لي: لأنه كل يوم بيضربني بالشبشب. اتصاق يعني إيه؟ مش بس نكون زي ما بقول بعمل، لكن اللي أكون بقوله وبعمله يكون حق. تعرفين في ترند كده بالذات على السوشيال ميديا بسبب الرياء الكتير اللي عايشين فيه ناس جوه الكنائس، يقولوا ان لو في فاجر وبيقول ان هو فاجر، ده افضل ليا من ان يكون واحد فاجر بس عامل نفسه مؤمن. واخدين بالكم الفكره؟ بس ركزوا في اللي اقوله كده. الفاجر اللي بيقول انه فاجر متصق مع نفسه، بس هو في الاخر فاجر. طب الشخص اللي عامل نفسه مؤمن بس هو من جواه فاجر، مش متصق مع نفسه بس برضه هو في الآخر فاجر. فمش ده اللي بتكلم عنه. أنا مش بقول إن الشخص يكون متصق عن نفسه، يعني أياً كان اللي بيقوله وحش أو حلو يعمل زيه، لكن بتكلم عن اتصاق بمعنى إني مش بس أكون اللي بقوله بعمله، لكن أكون بقوله بعمله متطابق مع الحق. في آية ما أعتقدش إن في مسيحي مش حافظها، موجودة في تكوين 5 عن أخنوخ. تكوين 5:24 بيقول كده كتاب عن أخنوخ، يمكن الآية الوحيدة المحفوظة في تكوين 5: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. في آية تانية ما أعتقدش تقل عنها أهمية موجودة في نفس الأصحاح قبلها بآيتين، تكوين 5:22 بتتكلم عن أخنوخ برضو، بتقول كده: وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح. خدوا بالكم، وكأن الكتاب بيقول إن أخنوخ أدرك مسؤولية عليه بعد ما خلف متوشالح، فقرر إن هو يسير مع الله وكمل صار أخنوخ مع الله للآخر. قصدي أقول هنا في الاتصاق من الآخر كده، يعني الشخص اللي عايز يكون بجد بيشهد عن المسيح في بيته أو عيلته، مش مطلوب منه يعني قوة رهيبة في الوعظ والكلام عن المسيح والتبشير والكرازة، وإن كان ده مهم، لكن مطلوب منه بالأساس أن يكون متصق مع نفسه. فعلى الأقل على الأقل لو اترفض كشخص ما يقدروش يلومه سلوكه. فلو الرب يسوع بيقول أنه ما فيش نبي بلا كرامة إلا في وطنه، فافترض أن احنا أنبياء، يعني حتى لو ده حصل، يوم الناس ترفض المسيح مش هترفضه بسبب سلوكنا، لكن ترفضه لأنها مش عايزة، لا نريد أن هذا يملك علينا. أمين؟ المجال الثاني للسفارة هو العمل، وده هتكلم فيه عن حاجتين بس. أول صفة فيه، وقصدي هنا تاني بقول العمل، قصدي بيه الشغل أو الدراسة، يعني أي مجال بنتعامل فيه مع أشخاص، حاجة اسمها الانخراط. يعني إيه الانخراط؟ يعني نخش وسط الناس. ركزوا معايا بقى في اللي هقوله ده. وأنا في جامعة في الكنيسة كانوا بيعلمونا، معرفش التعليم ده لسه منتشر ولا لأ،
إنه الشخص المؤمن بيعرف من أصدقائه. فأنت كمؤمن وكمؤمنة لازم تكون دايرة أصدقائك شكلها إيه؟ مؤمنين. فما ينفعش مؤمن يكون بيدخل وسط ناس ويعمل علاقات ويصاحب ناس مش مؤمنين، لأنه معروف إن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيد. خدوا بالكم الفكرة دي فيها جزء صح، بس الفكرة دي عملت إيه؟ خلت الناس المؤمنين جوه الكنيسة طول الوقت الدوائر بتاعتهم جوه وبره مؤمنين. فبقى الناس اللي عندهم الحق وعندهم كلمة الله مفيش مجال أصلاً عشان يتكلموا بيها. الناس اللي خرجت من الكنيسة ما قدرتش تعمل ده، ما بقوش مؤمنين، بقى سميهم زي ما تسميهم، بس عندهم علاقات واجتماعيات، بقوا يدخلوا وسط الناس ويكونوا علاقات كتيرة جداً. بس هما بيكونوا علاقات كتيرة جداً ما عندهمش حاجة ذات قيمة يقدموها للناس. فالفكرة دي خلت، على الرغم من إن جزء منها صح، خلت المؤمنين دايماً دوائرهم زيهم، فبقاش في مجال إن احنا ندخل وسط الناس. وخلت الناس اللي بتدخل وسط الناس ما عندهاش حاجة حقيقية تقدمها للناس. يعني إيه انخراط؟ انخراط يعني من فضلكم. الكنيسة مش غرضها الأساسي إنها تعمل نهضة وتجيب مسبح وخادم وتحاول تجيب الناس من برا الكنيسة لجوه، ده كويس. الكنيسة غرضها الأساسي، رب يسوع قال كده في مرقس 3 عن التلاميذ، اختارهم عشان يكونوا معه ويرسلهم. يعني يكونوا معه ويرسلهم، يعني الكنيسة مش محطة وصول، الكنيسة نقطة انطلاق. كأني بكتسب القوة وأنا جوه، بس مش عشان أفضل محافظ عليها، لكن عشان أطلع برا وانشرها. افتكر قبل كورونا، مش فاكر بالظبط، انتوا عارفين سنين كورونا مش عارفين نعدها قوي، يعني لما أقول من سنة قصدي يعني بيها من 4 سنين. في كورس كده كنت خدته أونلاين، كان واحدة من الحاجات المطلوبة فيه بحث أروح بيه لشخص مختلف عن إيماني، وأسأله الأسئلة الكبيرة بتاعته، وإحنا جينا منين؟ طب إحنا لازمتنا إيه هنا؟ طب إيه الهدف من الحياة؟ إيه المعنى من الحياة؟ طب إحنا رايحين فين؟ عارفين 4 أسئلة الكبار دول. أفتكر كويس قوي واحدة من ضمن الحاجات اللي كنت بعاني منها عامة في شخصيتي بسبب فكرة إن المؤمنين لازم يكونوا أصحاب مؤمنين دي، إن أنا شخص منغلق شوي، يعني مش اجتماعي، فما كنتش بعرف أتكلم مع الناس، ما كنتش بعرف أبادر مع الناس اللي عندي في الشغل. فكنت بعد أصلي للناس إنه يا رب مثلا أنت افتح مجال لده. فالمجال ده جه في موضوع البحث، فقررت إن أنا هروح لشخص مختلف عني وروح أسأله الأسئلة دي. وقلت له أنا بعمل زي كده كورس ما، ومطلوب مني بحث فيه الأسئلة دي إن أنا أتناقش معاك فيها. واتناقشت معاه فيها، واكتشفت حاجة غريبة جدا، إنه الشخص ده مع إني كان بعلي معاه أكتر من 10 سنين وهو مختلف عني تماما، اكتشفت إن الإله اللي هو بيؤمن بيه واتكلم عنه وأنا خدت كلامه ده عشان أكتبه في البحث غير خالص 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 الإله الرسمي اللي هو بيعبده. الانخراط ده، الدخول وسط الناس دي، مش بس هيديني فرصة إني أوصل المسيح، لكن ده هيديني فرصة إني أكتشف المسيح بيعمل إيه مع الناس اللي أنا مش عارف أوصل لها أو اللي أنا مش بوصل لها. وهنكتشف إنه في ناس حوالينا كتير الله بيعمل معهم عمل عظيم. في حاجة حصلت يمكن من حوالي 2 شهر، في شخص طلعت أعرفه من سنين يعني، بس الأول مرة تواصل معايا، وبعدين قال لي ديفيد أنا نفسي أسألك سؤال وأسألكوا كلكوا، أنتوا طبعاً فاهمين هو بيكلم مين. هو أنتوا في الكلية، لما كنتوا في الكلية ليه كنتوا دايماً في دايرة مقفولة على نفسكوا؟ تعرفين المسيحيين في الكليات بيبقى ليهم مسميات كده مختلفة يعني حسب الكلية، وبيبقى ليهم أماكن كده تجمعات معروفة. فهو كان بيقول لي أنا كنت هموت وأدخل وسطكم، نفسي نفسي أتكلم معاكم، نفسي أعرف أنتوا بتفكروا في إيه، بتؤمنوا بإيه، بس ما كنتش عارف. وكأن ده كلامه، وكأن الكنيسة، طبعا هو بعد ما اتغير وفهم يعني، وكأن الكنيسة بدل ما تكون جسر المسيح يوصل من خلالها للناس، بقت حاجز مانع المسيح عن الناس. فكان نفسي أدخل وسطكم بس ما كنتش عارف. أنتوا متخيلين الموضوع واصل فين؟ يعني إيه انخراط؟ انخراط يعني ندخل وسط الناس، بس ده عشان يحصل صح وما ندوبش وسطهم ونتشكل بأفكارهم، يجي 2 في الشغل، حاجة اسمها النزاهة. يعني إيه النزاهة؟
يعني واحدة من أصعب التحديات اللي تتحط قدامنا إن إحنا ندخل وسط الناس بس ما نبقاش زيهم. تعرفين رب يسوع التهمة دايماً اللي كانت ملزوقة فيه هو أنه كان محب للعشرين والخطاة، مش بس محب يعني من بعيد كان بيقعد معهم، بس ولا مرة اتقال عن الرب يسوع أنه كان بيعمل زي العشرين والخطاة. فكأن الدعوة أن احنا ندخل وسط الناس بس ما نكونش زي الناس، كأننا نكون وسطهم بس ما نكونش منهم، كأننا مدعوين إن إحنا نأثر بس ما نتأثرش. أنا هقول ده ممكن يحصل إزاي، بس الأول محتاجين نميز، عشان دايماً الإكستريم ده بيحصل وسط الكنيسة، لما نلاقي الناس طول الوقت بتقول خليكوا وسط المؤمنين، خليكوا وسط المؤمنين، خليكوا وسط المؤمنين، ما نروحش. طب العكس بيحصل إزاي؟ لا، خلينا وسط الناس، خلينا وسط الناس، ونكتشف مع الوقت إن الكنيسة بقت زي الناس، مع إنه الكنيسة مدعوة إنها تكون مختلفة عن الناس. أقول فكرة بسيطة قبل ما أنقل للمجال الثالث. في مقولة للقديس يوحنا ذهبي الفم دايما بتتاخد بصورة سلبية، بيقول كده انه الكنيسة مستشفى للخطاة مش متحف للقديسين. يعني الكنيسة مستشفى للخطاة مش متحف للقديسين، يعني طبيعي انك تدخل الكنيسة تلاقي خطاة، مش هتدخل الكنيسة تلاقي ملايكة قديسين ما بيغلطوش. بس خدوا بالكوا المقولة دي بتتاخد بمعنى مش كويس، انه ما فيش مشكلة خالص انه الخطيه تبقى في الكنيسه والخطاه في الكنيسه والناس تجاهر بخطاياه ومحدش يدين حد، محدش يشاور يقول ده وحش وده حلو، ده غلط وده صح، فبقت الكنيسه مش مستشفى للخطاه لكن بقت مرعى للخطيه. انتوا عارفين انه لما نيجي دلوقتي ندخل مستشفى وانا عيان، المستشفى اللي بتفضل محافظه عليا عيان وتديني مش عارف في علاجات وادويه عشان تعمل لي اعراض تانية وتفضل محافظه عليا كانها يعني محافظه عليا بتربيني جوه المستشفى وانا عمال اكبر فيها، المستشفى دي اسمها مستشفى ايه؟ استغلاليه مش استثماريه. بتستغل مرضي عشان تفضل تكبره وتطبطب عليه. الكنيسه مستشفى للخطاه مش عشان تحافظ على خطاياهم لكن علشان تشفيهم. فينفع نقبل الاخرين بس ينفع ما نقبلش اللي بيتعمل من الآخرين. فينفع نحب الآخرين ونخش وسطهم من غير ما بالضرورة نكون موافقين على اللي بيحصل. واضحة الفكرة دي؟ المجال الثالث هو الكنيسة، ودي هقول فكرة فيها بسيطة جدا، حاجة اسمها الوكالة. الوكالة هنا قصدي بيها أن أكون وكيل على الموهبة للدهاني الله. أنا آسف أن أقول كده. تعرفين في الكنيسة بصفة عامة في الخدمات أي خدمة بيبقى معروف كده أنه في بعض الناس داخل الخدمة علشان تحقق نفسها، علشان تعوض فشل ما في الحياة. مش كل الناس بتبقى داخلة بدوافع كويسة، في ناس بتبقى داخلة بدوافع مش مظبوطة قوي. هقول لكم مثال كده وبعدين أرجع بيه للكنيسة. ما أعتقدش أن في حد هنا ما يعرفش لعيب كرة اسمه ميسي. عارفين ميسي أكيد، أوكي؟ ولاد وبنات، رجالة وستات، عارفين ميسي. ميسي كان بيلعب في فريق برشلونة من وقت، يعني كان في جول كيبر كده طول بعرض كده ضرفة كده ألماني اسمه تريشتيجن، اوكي اسمه صعب شوية، جول كيبر يعني مش مهم اسمه، ديفيد. تخيلوا كده المشهد اللي يعني التخيلي ده، في هجمة جت على فريق ميسي والهجمة دي يعني كانت خلاص هتيجي جون وخلاص المهاجم انفرد بتريشتيجن. تريشتيجن راح عمل ايه؟ صدها. أول ما صدها كل الملعب سواء اللي كان مع فريق ميسي أو الفريق التاني سقف لترشتيجن. مين اللي غار من ترشتيجن؟ ميسي. فلأنه ليه علاقة بالمدرب فراح غمزله كده وخلاه يبدله، خلاه يطلع ترشتيجن وميسي هو اللي وقف جون عشان هو ميسي عايز ياخد التسقيف. فحصلت هجمة على فريق ميسي وانفرد المهاجم بميسي وهيشوط على ميسي، هتيجي جون ولا هيصدها؟ هتيجي جون. ليه؟ مش مكانه، مش موهبته، مش بتاعته. يا ميسي انت شغلتك انك تجيب جوان، ده مكانك، دي موهبتك، ولما تجيب جوان الجون مش بتاعك، الجون للفريق. ترشتيجن مهمته ايه؟ يدافع عن المرمى، يصد. فلما هتيجي هجمة هيصد، الصدة دي هتمنع جون على ترشتيجن ولا على الفريق؟ كل الناس بتخدم الفريق. امتى الفريق يبتدي ياكل في بعض؟ لما الشخص يكون مش مميز دعوته ولا موهبته، فيبتدي يبص للآخر.
طول ما أنا في الكنيسة مميز دعوتي، مميز خدمتي من الله، هكون في مكان أياً كان هو إيه؟ شبعان. مش باصص لحواليا، مش باصص لغيري، مش هغير منه. ليه الناس بتعض ببعض أحياناً في الخدمات؟ عشان جعانين. إمتى الناس تشبع بعض في الخدمات؟ لما يكونوا شبعانين من الله، لما يكونوا مدركين إن هم وكلاء على نعمة الله المتنوعة. لما يكون شخص مدرك موهبتي من الله، مش هبص على غيري. وأنا بخدم، أنا بخدم مين؟ بخدم الجسد اللي رأسه واحد، هو رب يسوع. عشان أكون سفير عن المسيح في الكنيسة أياً كانت خدمتي، لازم أكون مركز طول الوقت أنا بعمل إيه هنا؟ بعمل ده ليه؟ هل دي دعوتي من الله؟ هل دي موهبتي؟ هل الله عاوزني في المكان ده؟ ماليش دعوة غيري بيعمل إيه؟ تعرفين الآية المشهورة في رسالة روميا؟ فرحاً مع الفرحين وبكاءً مع البكين. في وجهة نظركم أنه أسهل؟ نفرح مع الفرحين ولا نبكي مع البكين؟ تعرفين في أماكن في مصر ما بيكون في جنازات بيجيبوا ناس شغلتها بيأجروها يعني عشان تعمل إيه في الجنازات؟ عشان تعددت. تعرفين إيه تعدد؟ أنا عارف أنتم مصر جديدة، ناس برضو راقين، تعدد دي كلمة يعني يقعدوا يعني يولولوا ويصوتوا شغل. أنا ما أعرفش بيعملوا كده إزاي، بس هم بيجيبوا يعني دموع وبيجيبوا صويت شغلتهم. وإحنا أساساً شعب نعز الاكتئاب يعني، فطبيعي وسهل إن إحنا لما نلاقي حد بيبكي حتى لو ما عرفوش، حتى لو في مسلسل مثلاً نبكي معاه. إيه الأصعب؟ إن إحنا نفرح لفرحة غيرنا، بالذات لو كان غيرنا ده معنا في نفس الحاجة، في نفس الشغل، في نفس الكنيسة، في نفس الخدمة. فرحاً مع الفرحين مش هتحصل إلا لو أنا مدرك وكالتي ان انا وكيل على نعمه الله والموهبه اللي هو اداني. اخر مجال، مجال اسمه العلاقات. ده هتكلم فيه على حاجه بسيطه قوي. طبعا انا بتكلم على العلاقات بتكلم على كل انواع العلاقات، مش بتكلم عن نوعيه معينه. في كل مكان في حاجه مهمه قوي قوي في العلاقات اسمها الامانه. يعني ايه الامانه؟ افتكر كان في واحده من العلاقات في حياتي، لو كان حد جه سالني ديفيد انت بالنسبه للشخص ده تمثل له ايه، كنت قاعد افكر كده مع نفسي واقول مش عارف. اوقات بيوصل لي احساس ان انا مفيش غيري، انا اهم واحد، انا دايما اولويه، هو دايما متاح. لما بكون عايز اشارك بحاجه اول واحد بفكر فيه هو، واوقات تانيه كاني مش موجود، ماليش اي قيمه، بيسمع نفسه بس، مش فارق معاه انا، يبقى عارف اني محتاج ولا كانه هنا، فمش قادر أقول أنا مين بالنسبة له. بيسموها دلوقتي في السن الصغير يعني حاجة اسمها mixed signals. يعني mixed signals يعني شخص عمال يبعت لي إشارات من خلال أفعاله وكلامه، بس إشارات ملخبطة. مرة يقول لي بأفعاله وكلامه أن أنا مهم، ومرة تانية يقول لي أني مش موجود. أسوأ أنواع العلاقات اللي بتستنزفنا هي العلاقات اللي ما فيهاش أمانة وضوح. عشان أكون سفير للمسيح في علاقاتي طبعاً محتاج أعمل حاجة كتيرة، بس واحدة من أهمهم وإحنا مفتقدينها هي الأمانة. يعني إيه الأمانة؟ يعني لما حد يسأل غيري عني ويقول له أنت تمثل بالنسبة لديفيد إيه؟ يبقى الموضوع واضح، أمثله شيء أو لا أمثله شيء، بس على الأقل أكون واضح. خدوا بالكم من حاجة عشان عارف الموضوع العلاقات ده بيعمل مشكلة، مش بالضرورة نكون مختبرين الأمانة عشان نعملها. في مثل كده للأسف مشهور بيقول إنه فقد الشيء لا يعطيه. المثل ده يعني محتاج يتعدل شوية. فقد الشيء من الناس لو شبع منه من الله هيعرف يعطيه. وبالعكس بقى، في ناس من كتر ما اختبرت العدم والفجوات مقدرة العكس، فبسبب شبعها من الله بتعرف تدي العكس. افتكروا يوسف، يوسف لما وقف قدام اخواته فقد منهم ايه؟ او بمعنى اصح هو خد ايه اصلا يوسف؟ خدش حاجه، كل حاجه ذل وبهدله سواء من اخواته او من المصريين. يوم ما خد السلطه، لما تمكن، لما شبع بعد جوع، عمل ايه؟ اشبع. ليه اشبع؟ لانه عرف ازاي يشبع من الله. ففقد الشيء من الاخرين من الناس مش بالضروره يعذبهم اول ما يكون في ايديه سلطه، بس بشرط يكون شبع من الله. ده الشرط الوحيد الأساسي. هفكركم بآية قبل ما أكون خلصت
افتكروها كويس قوي الشاهد ده. كورنثوس الثانية 1:3-4. كورنثوس الثانية 1:3-4. رسول بولس بيقول الكلمات دي. بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. ليه يا بولس بتباركه؟ قال الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. أنا عارف أنها لفة شوية. بولس بيحاول يقول إيه؟ بيحاول يقول مبارك الله، بيسقف له. ليه يا بولس؟ قال لأنه بيعزينا، بيسندنا في ضيقتنا بالدرجة اللي بيها يكفينا ويفيض فينا، فينفع نروح لآخرين فيعزيهم من خلالنا بالتعزية اللي فاضت مننا اللي هو ادهلنا. فكأني مختبر الوجع من الناس، بس مختبر تعزية من الله تكفيني بالدرجة اللي روح بيها أعزي الآخرين بالفيض اللي أنا واخده من الله. فينفع أكون سفير لله من غير ما الله يتعامل مباشرة مع ناس، فيتعاون معهم من خلالي، فكون إيدي اللي بتطبطب، أكون رجلي اللي بتبذل مجهود لأجل الناس، أكون ودانه اللي بتصغي للناس، أكون عينيه اللي بتبص برحمة للناس، بشرط أكون شبعان منه. واضحة الفكرة؟ كده يخليني على طول أقول إيه اللي ممكن يخليني أقدر أعيش الحياة دي بكل تحدياتها وكل صعوباتها. حاجة أنا سميتها دائرة الهوية. حاجة هقولها تقليدية جداً وبسيطة جداً، بس من كتر ما هي تقليدية وبسيطة بقت مفقودة. حاجة قامت عليها كنايسنا الإنجيلية، بس يعني خليني أجرؤ كده وأقول إنه على الأقل في المستوى الشباب والخريجين مفقودة. حاجة اسمها الخلوة. يعني الخلوة؟ في بعض الناس كل ما كنت أقول خلوة مش فاهمين يعني خلوة. خلوة افتكروها زي ما كان الأسيس جاي بيتكلم كده، نحن رايحين خلوة في الأنافول. لا مش دي الخلوة اللي قصدي عليه، قصدي الخلوة اللي بنعملها في البيت لما بعض قدام كلمة الله. إيه اللي بيشكلني؟ إيه اللي بيزرع فيا شخصية الله؟ إيه اللي بينزع مني حاجات غلط؟ إيه اللي بيشبعني؟ إيه اللي بيفهمني؟ كلمة الله. أنا عارف كويس قوي إن الله بيشكلنا من خلال حاجات كتيرة جدا. كل مواقف حياتنا الله بيشكلنا من خلالها، بس خدوا بالكم كل دي حاجات مش اختيارية، كده كده هنعدي فيها. بس عشان يكون اللي بنعدي فيه مش ملطشة، لكن يكون عندنا العين اللي تميز إيه اللي من الله نستفاد منه وإيه اللي من الناس فنتجنبه، لازم يكون عندي مقياس، لازم يكون الله شغال فيا بطريقة اختيارية مباشرة. أنا بقعد كل يوم قدام كلمته عشان يشكل فيا، فأقدر أكون أمين في علاقاتي، أقدر أكون مميز دعوتي فأكون وكيل على الموهبة اللي ادهاني في الكنيسة فما كلش في إخواتي ولا غير منهم، أقدر أكون بدخل وسط الناس وبأثر من غير ما أتأثر، مش بسهولة أكون بعمل كده، وكمان أقدر أكون في بيتي متصق مع نفسي. أختم معاكم بالسؤال، هل السفارة، كنا سفراء عن المسيح، ده امتياز ولا مسؤولية؟ بصوا الآيات دي كده في رسالة بطرس الأولى أصحاح 4. ممكن نطلع الآيات. بيقول كده رسول بطرس، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة أيا كانت هي إيه، يخدم بها بعضكم بعضا. وإحنا بنعمل كده عايزين نخدم كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد أيا كان بيقول إيه مع الناس فكأقوال الله، يعني بحسب هذا المقياس، مش يقعد يكرر في آيات. وإن كان يخدم أحد أياً كانت الخدمة فكأنه من قوة يمنحها الله لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين أمين. حد خد باله إيه أكتر كلمة تكررت في النص ده؟ إيه أكتر كلمة تكررت في النص؟ الله. مين الدافع وراء الخدمة؟ الله. مين اللي بيدي الموهبة؟ هو. مين اللي بيديني دعوة؟ هو. مين اللي هيديني قوة؟ هو. أجر وأقول كده كلمة أختم بيها وأصلي معاكم. رب يسوع، من فضلكم اسمعوني، ارتضى عن طيب خاطر أنه يحط سمعته في إيدين الكنيسة. هقول تاني، رب يسوع ارتضى عن طيب خاطر مع كل ما في ده من مخاطرة، إنجاز لي أقول كده، ارتضى أنه يحط سمعته في إيدين الكنيسة
فينفع من خلالنا الناس تمجد الله أو تجدف على الله. وافتكروا أن الله في العهد القديم ارتضى أنه يربط نفسه بشعب كلنا عارفينه، وسمى نفسه إله إسرائيل، وسمى الشعب شعب الله. نفس المقياس بالضبط موجود دلوقتي. الرب يسوع ارتضى أن يحط سمعته في إيدك وإيدك عشان نكون سفراء عن المسيح. تعالوا نصلي مع بعض. معرفش رب اتكلم معك ومعاكي في ايه، معرفش فين الحتة اللي محتاجين فيها سندة، محتاجين فيها معونة. كل واحد عارف كويس قوي ايه اكتر مجال من المجالات اللي انا قلتها هو مفتقد فيها ومفتقدة فيها ان يكونوا سفراء عن المسيح. رب انا بحط نفسي واخواتي بين ايديك. وحدك يا رب عارف ضعف وقوة وقدرة وعجز كل واحد فينا. وحدك يا رب عارف المجالات اللي احنا بندخل فيها كل يوم والتحديات اللي بنواجهها. إن كان يا رب كل الظروف حوالينا بتقول تخلي الناس تسأل هو احنا رايحين على فين، خلينا يا رب نفتكر السؤال الأهم، هو احنا مين؟ احنا بننتمي لمين؟ احنا مهمتنا ايه؟ وندرك يا رب انه كل الحاجات دي تطلبها الأمم، لكن ساعدنا رب ان احنا نيجي ونطلب مجدك، نطلب اسمك، نطلب مملكتك، نطلب عملك. واثقين يا رب ان كل الاشياء المهمه في حياتنا بسيطه بين ايديك وفي عينيك. ويقينا يا رب مكتوب يملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ساعدنا احنا رب كمان زي ما انت بتملا احتياجاتنا نحقق مشيئتك. ليك رب الكرامه وكل المجد، امين. نمسك في وعدك لينا في كل يوم ونعيش ملح الأرض ونور لكل الكون. نشهد عن الإله اللي بدماه فدى نفوسنا ووهبنا الحياة لكي نخبر بفضائل الذي دعانا من الظلمة إلى نوره. مش حياة عشان زي ما كان ديفيد بيقول لنا. طيب تعالوا نقف لو نقدر ونقول الترنيمة اللي بدايتها كده، ياللي بجرحك شفيت كل النفوس مدلي، مع ترنيمة بتقول كده شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في كل حين. احنا سامعين عن دوائر ازاي نكون سفراء في بيوتنا وفي عملنا في علاقاتنا، واحنا بنسمع ده بطريقه عمليه جدا ممزوجه بالحق زي ما كنا بنسمع. تعالوا ان الترنيمه الاولى يلي بجرحك شفيت كل النفوس. يلي بجرحك شفيت كل النفوس. حافظينها إلى حد ما صح؟ يلا. ياللي بجرحك شافت كل النفوس، ياللي بصليبك اديتنا الخلاص، انت بترعانا بحنان ايديك وفي السماء بتشفع في كل الناس. فتح عينينا عشان نشوف بالإيمان البركات اللي لشعبك من زمان. نفرح ونحط حياتنا بين ايديك، ما يضيعش العمر ويبقى كله ليك. فتح عينينا عشان نشوف بالإيمان البركات اللي لشعبك من زمان. نفرح ونحط حياتنا بين ايديك، ما يضيعش العمر ويبقى كله ليك. ياللي بجرحك شافت كل النفوس، ياللي بصليبك اديتنا الخلاص، انت بترعانا بحنان ايديك وفي السماء بتشفع في كل. نمسك
نمسك في وعدك لينا في كل يوم ونعيش ملح الأرض ونور لكل الكون نشهد عن الإله اللي بيديما فدى نفوسنا ووهبنا الحياة نمسك في وعدك لينا في كل يوم ونعيش ملح الأرض ونور لكل الكون نشهد عن الإله اللي بيديما فدى نفوسنا ووهبنا الحياة فدى نفوسنا ووهبنا الحياة شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كمان مرة شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني يقودك الرب يقودك الرب على الدوام يشبع في الجود بنفسك ينشط لك عظامك فتصير كجنة جنة ريا شكرا شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني اطلبوا الرب اطلبوا الرب ما دام يجاد ادعوه دوما فهو قريب يعطي للمعين معين قدرتان لعديم القوة يكثر شدة شكرا شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كسفراء على شيء لكن نغني لا شيء لنا ونحن نغني إذ نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ وعندنا باكتفاء كل نعمة من كل نعمة نعمة وغنى شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين شكرا لله الذي يقودنا ونحن نغني كثيرين أمين استريح نشكر الرب من أجل وقت تعالوا في ختام اجتماعنا نقف مع بعض نختم معا بالصلاة الربانية مرنمة أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما أعطينا في أيامنا
لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجنا من الشرير لأن لك كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس الإله الواحد يكون معنا ويدوم فينا الآن وإلى كل الدهور.